في اجتماع النادي الاهلي، ايه اللي حصل بالظبط وبشكل مختصر، ودلوقتي ايه الوضع؟ ان في ناس قالت لك استقاله وكان المهندس محمود، انا عارف ان هو زعل شويه لكن ما وصلتش لحد الاستقاله. بص برضه هي ازمه اللي عايز يروج للاستقاله بيروج للاستقاله. هي كابتن محمد عمار بعت لي على الواتساب بيقول لي انا فين، انتوا ما قلتوا محمد عمار ده نجم مصر. لا احنا قلنا كابتن يعني محمد عمار ده نجم مصر باك ليفت مصر حاليا وسابقا والنادي الاهلي، وهنزه روستوك بكره جاي كابتن محمد عمار، وليه انا وهو كلام معين كده مع بعض دايما في السفريات. فكابتن محمد عماره طبعا ده حبيبنا يعني، فاحنا طبعا قلنا انا قلت الاسماء امبارح يا كابتن محمد ايه بقيت كل النجوم خالد بيبو ووليد صلاح ومحمد عماره وشادي محمد ومحمد فاروق من النادي الاهلي، طارق مصطفى سامي الشيشيني ومحمد ابو العلا، ياسر ريان من النادي الاهلي، محمد ابو العلا من نادي الزمالك، اسامه حسن زمالك وامبي مين تاني، وشادي المأمور وشادي عادل المأمور حارس مرمى بتاع الزمالك الجامد جدا منتخب الشباب طبعا، وحصل على بطوله في مجموعه كمان من الفنانين جايين بكره ان شاء الله، ومجموعه كبيره بقى من الفنانين. ولكن زي ما بقول لك هرجع لك بقى للنادي الاهلي والصراع اللي بيدور دلوقتي بين الرئيس والنائب. النائب اللي هو احمد سعيد، احمد سعيد دوت ما كانش حد يعرفه، احمد سعيد دوت كان اصر عليه محمود طاهر وقت انتخابات النادي الاهلي، والان دلوقتي بيقود مخطط ومؤامره للاطاحه برئيس النادي الاهلي او لتطفيش او ابعاد وتهميش دوره خلال الفتره اللي فاتت. عايز اقول لك معلومه يمكن قد تكون مفاجاه للبعض، ان قدر احمد سعيد خلال الاسبوعين اللي فاتوا انه يستقطب عضوين من مجلس الاداره عن طريق انه جاب وظيفه الواحد والتاني ساعده في شغل خاص بيه. مره تانيه احمد سعيد ساهم او قدر ان هو يستقطب اتنين من اعضاء مجلس الاداره، جاب لواحد وظيفه خاصه براتب مغري جدا، والناحيه التانيه احد اعضاء المجلس برضو اللي هم من الشخصيات البارزه جدا داخل مجلس الاداره وبالنسبة للوسط الرياضي برضو ساعدوا في شغل خاص به، وبالتالي استقطبوا، وهكذا يدار النادي الأهلي، ليس يدار وفقا للمصلحة العامة. إلى جانب أن بدأ في الفترة الأخيرة بعضا من أو أحد تحديدا أحد أعضاء مجلس الإدارة بيبعت رسائل على الواتساب وبيبعت رسائل لأحد الإعلاميين بيبلغوا بكل ما يدور داخل الجلسة علشان الاعلامي ده يطلع يدافع عن المسؤول اللي داخل نادي النادي الاهلي، ومن هنا يوري لك المجلس بيدار ازاي. ودوت اللي خلى محمود طاهر يقول لاحمد سعيد وللمجلس طالما انتم بتديروا النادي الاهلي بالطريقه ديت انا مش عايز اقعد فيها. والبعض فسرها ان هي استقاله، ولكن هي كانت نرفزه او يعني انفعال وقت اجتماع مجلس الاداره. ده النادي الاهلي بيدار بهذه الطريقه. كابتن طاهر الشيخ طالب اللي هو يكون مشرف من مجلس الاداره على فريق كره القدم، ده من ضمن الطلبات اللي طلبها طاهر الشيخ. قال تحديدا ان انا الوحيد اللي بفهم في كره القدم، وبالتالي انا المفروض ان انا اكون رئيس لجنه الكره، وفي نفس الوقت برضو الناس اللي بتراوغ بتقول لك محمود الخطيب، وعرضنا على محمود الخطيب وعمره ما هيجي عضو في لجنه الكرة او رئيس للجنة الكرة. يعني ايه ليه؟ ما ايه المشكلة ما يجيبوا كابتن محمود الخطيب؟ لا هو كابتن محمود الخطيب يعني هيترشح على رئاسة النادي الاهلي، فالمنصب يعتبر وبالتالي محمود الخطيب يعني يجي رئيس لجنة الكرة لما هو يكون رئيس نادي. حسن حمدي كان رئيس النادي وفي نفس الوقت كان رئيس لجنة الكرة. الخطيب كان مقابل العضوية لأنه هو كان نائب رئيس النادي. لكن أن محمود الخطيب بقيمته وحجمه واسمه وتاريخه الكبير مستحيل لا يجي رئيس لجنة كرة مع أي حد ولا يجي عضو لجنة كرة. فمن الصعب طبعا الناس بتقعد تكتب أي كلام أو بتقول أي كلام وما تعرفش حتى الشخصيات بتفكر إزاي أو دوافعها إيه. ده بالنسبة للنادي الأهلي. نفس الأمر بالنسبة برضو الأزمة، إن محاولة يعني من الآخر بعض من المسؤولين داخل النادي الأهلي قللوا من حجم المسؤولية داخل النادي الأهلي، لأن هم بيخافوا من بعض الإعلاميين، وهم في نفس الوقت بعضهم يمكن عضوين هم بيعتبروا وداخل أعضاء الجمعية العمومية بيطلقوا عليهم اسم
يعني مش عايز اقوله على الهوى، ولكن ان هم بينقلوا كل الاخبار داخل مجلس الاداره ومن خلال هو العيب مش في الاعلامي، لان انا كاعلامي عايز اعرف، لكن هي بتبقى ازمه وده اللي بيؤثر بشكل سلبي، وده كان جديد على النادي الاهلي.